وبركاته. يعطيكم ألف عافية يا إخوان. يوم جديد، زيارة جديدة، مغامرات جديدة بإذن الله. طبعا يا إخوان، في بداية المقطع بدنا نكسب الصلاة على الحبيب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ويا إخوان لا تنسانا باللايك ودعم المقطع. طبعا يا إخوان، إحنا اليوم بزيارة لمزرعة أخونا علي وركات. طبعا الله يبارك له. قبل ما نبلش بالمقطع كامل، الله يبارك له بطيوره. طبعا زي ما أنتم شايفين يا إخوان، كل اللي وراي هاي بذرة كينجات، بذرة كينجات الله يبارك له فيها ما شاء الله عليها. يعني عنده أكثر من نوع، أكثر من بذرة، أكثر من شكل، أكثر من لون. طبعا إن شاء الله راح هسه ناخذ جولة كاملة بالمزرعة زي ما أنتم شايفين هون. طبعا هي المزرعة هو عنده كان أكثر من هيك، ولكن عامل مكان خاص فقط للكينجات، فإحنا اليوم راح نصور لكم الكينجات بشكل كامل، وهو راح يكون معنا ويعرفنا عليهم. خليكم معنا وتابعوا المقطع ولا تنسونا من دعم. زي ما انتم شايفين هسه احنا هون، هاي غرفة الزق. طلع ما شاء الله، الله يبارك. طبعا يا اخوان كلياتها ما شاء الله كينجات. سيد علي وركات، الله يسعد مساك. مساك، كيف امورك؟ ان شاء الله تمام. الله يسعدك. يعني احنا مشكورين على الاستضافة المحترمة والكويسة زيك، وما قصرت. الله يحميك، ما شاء الله عليك والله. والله يبارك لك بهالحبات، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف انا لما فتت، يعني انا بعرف انه عندك كينجات، يعني زي ما انت شايف انا يعني انا عارف انه عندك كينجات، بس انا ما توقعتش بتاتا، يعني ما شاء الله الله يبارك لك، انه ولا طير خارج عن الكينج، يعني مش طالع عن الكينج بالمره. يعني ما شاء الله شايف لك الوان، اشكال، احجام، يعني ما شاء الله. فهلا ان شاء الله يعني هيك احنا حابين تعطينا فكره شوي هيك عن جواز الزق، عن الانتاج عندك. يعني من متى هيك بلشت تميل لبذرة الكينجات، ولا طول حياتك كينجات؟ والله أنا طول حياتي كينجات، أحب الكينجات ما شاء الله، أحب المدنسرات. يعني عندي مدنسرات وعندي كينجات، وعندي الشكال السود، عندي الشكال، عندي بواز كينجي، عندي بصليات، عندي بصلي فاتح، بصلي غامق، عندي اللهم صل على سيدنا محمد زرق، عندي نحاسيات، عندي حمر، عندي صفر ما شاء الله، عندي قرقطيات، يعني ما شاء الله هي تشكيلة هيك على القد. عندي سكيات سود، سكيات صفر، في ما شاء الله زرازير كمان هون، سكيات حمر ما شاء الله. طيب في شيء عندك بحباك وشي بدون؟ يعني شايف لك ما شاء الله البصليات جميلات، ما شاء الله بذرة حلوة الله يبارك لك فيها. في عندك برضه قراقطة شايف؟ ما شاء الله، يعني كينجيات قراقطة ما شاء الله، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هسه يا اخوان راح نفرجيكم هون شوي شوي. شوف يعني انا شايف لك انت تركهم فلت ولا كيف؟ يعني والله انا رحلت المزرعه شايف علي، والبنون زي ما شفت عينك برا. بس قاعد اظبط. انا شفت لما انا فايت من المزرعه من برا شفت في جنون، يعني انت حاطهم هون زي بنحكي مؤقتا. مؤقتا بس لما اظبط الجنون ان شاء الله فوتها الجنون، وكل جوز بجوزه ما شاء الله. طيب تعال بدنا نقرب على الجواز شوي، تفرجينا شويك عن قريب. شو عندك مثلا؟ اهالي كبيره، شو في عندك؟ فراخ طالع، تفرجينا مثلا. يعني ما شاء الله هون انت مثلا شفت البصليه هاي ماخذ الازرق هذاك اللي هناك الازرق طبعا. طب شو بيرموا هذول مثلا زي هيك؟ يعني بيرموا قوامك وفواتح. بيرمي عندك اللون هذا شايفه، الفرخ الصغير هذا، هي البصل. البصل هذا اللي واقع ريشه هذا شايف. بيرمي زي هيك هون. عندك الفاتح هذا، هي الفاتح شايفه. ما شاء الله، وهي الفل كلر الاحمر. هاي عندك البصليات الغامق، هذا الغامق. ايوه هذا الغامق، واللي جنبه الفاتح، الجنبه اللي برميه فاتح. ايوه ما شاء الله. في عندك هون شيء صفر كمان ما شاء الله، هذا القرقطيات. هاي عندك حبه هون صفرة منمره، في عندك هناك القرقاطي. ما شاء الله. في عندك هون حبه فوق كمان، هاي تشكيله قدامك ما شاء الله، الله يبارك لك. في عندك برضه هون الزرق، في شيء بحباك وشيء بدون انا شايف كمان. مزبوط طبعا، برمي هيك وهيك، في اهالي هيك وفي اهالي هيك، في اهالي هيك وفي اهالي هيك ما شاء الله. في عندك برضه هنا صفر فل كلر هذا الاصفر ما شاء الله. حتى يا اخوان ما شاء الله يعني الحبات عنده شرعات. وينه؟ انا ما شاء الله الاحمر. اللي عنده ما شاء الله، ما شاء الله وشرع طويل الله يبارك لك. في عندك هون هاي البذره كمان سيك اسود ما شاء الله، سيك الاسود. عندك هي الازرق بحباك ما شاء الله، هي عندك البتنجانية، عندك السود، السود ما شاء الله، يعني سواد ليل مثلك. هذول فراخ الحمر، حمر هذول فل كلر، فل كلر هذول ما شاء الله. وهي هون القراط ما شاء الله، هي الاصفر السيك الاصفر. ايوه في عندك هون صفر كمان الشكل الاسود.
الله يا اخوان ما شاء الله الله يبارك. يعني طلعوا انتم ما شاء الله في يعني ما شاء الله الالوان ايش مرتب. في عنده برضه كنقات بواز هون طلع ما شاء الله طلع كنقات بواز ما شاء الله. كنقات بواز هذول فحل وطيره فيه ولا مركب اشي على اشي؟ اه ايوه طيره طيره اه ما شاء الله مختومه كمان ما شاء الله الله يبارك. هاي باذنجانيات هذا باذنجان ما شاء الله اخوان. هاي بصلي بيجي هذا البصلي هاي باذنجان نصرف وهي كراكبه ان شاء الله ما شاء الله. هذول الاخوان كراكبه كمان ما شاء الله. عندكم الزرق اللي بحبك هذا اصلك بحبك ما شاء الله. بس ما هيك انت عندك حاطم هون وما شاء الله بيطلعوا انتاج مع انك انت حاطم انا يعني فاهم منك انه هون مؤقت حاطم هون مؤقت ومطلعين انتاج اه ما شاء الله. هي القطيات ما شاء الله يعني ما هيك مطلعين. انا شايف في فراخ هي مثلا في فرخ بصلي ما شاء الله هاي فيهم برضه كمان فرخ بصلي. هذا ايش ابن ايش هذا الفرخ الصغير؟ محير يعني هذا طالع لسه بس يفك لا يبين بس الكينج بس يفك يبين بس يفك يبين بالضبط شو عنده. نعم صحيح ما شاء الله. القراكتة كم حبة عندك منهم؟ والله تقريبا 15 حبة. اه بس في اشي بيجي غامق وفي اشي يعني مظبوط في اشي غامق وفي اشي فاتح برمي للاب وبرمي للام برمي هيك وهيك يعني شفت مثلا هاي فيهم حبة وهناك فيهم حبة هاي فيهم برضه كمان تمام ان شاء الله. برضه انا شايف لك ما شاء الله في برضه الشكالي فيهم شكالي سود يعني اه في اربع حبات شكالي سود وحبتين شكالي زرق ما شاء الله. هي الشكالي الزرق حبك ابيض حبك ابيض الله يبارك ما شاء الله. البواز جوز بس حاطط عندك اه بس جوز طلع انتاج ولا لسه؟ لا لسه والله ما طلع. يلا على خير ان شاء الله تشوف على وجههم الخير ان شاء الله حبيبي او ركاك يعني تستاهل كل خير ما شاء الله. اه طلع ما شاء الله طلع ما شاء الله اللون. طبعا يا اخوان لا تنسوا انه شوي احنا يعني الوضع برضه مش مساعد انه الحمام تاخذ حقها لانه اول شيء يا اخوان الدنيا ليل يعني احنا ضوين عليهم اضاءه تعرفوا اناره الشمس دائما تعكس على لون الطير ببين الطير رونقه وجماله. والمكان زي ما انتم شايفين يعني مش جدا مخصص لهم هم محطوطين هون فيه مؤقتا يعني الحمام مؤقتا يعني انا وانا فايت المزرعه طبعا يا اخوان هي للعلم يعني ليش احنا بنحكي مزرعه مزرعه مش ناس يقول لك يعني وين المزرعه بالموضوع اذا عنده مثلا بس كنجات او غرفه او شيء لا هي مزرعه مسمى مزرعه طلع يعني في هون في برضه مكان برا هاي شايفين يعني اه طلع هاي مسمى مزرعه لانه يعني ما شاء الله فيها اكثر من شغله يعني هون يعني هي اغلبها يعني نحكي مزروعات تمام وفيها مزرعة يعني زهور. مزرعة زهور هي مزرعة زهور وهو يعني غاوي كينجات لهم مكان اجمل من هيك بكثير محطوط مؤقتا لانه بيعمل بس الكرفانات والامور بظبط عنده المكان عشان يهيئ لهم مكان افضل من هيك. الركاد قاعد يمسك لنا الطيور اللي عنده اللي نحكي عزيزي على قلبه ونوعا ما نادر يعني بزرة نحكي نادر. هذول البركات ايش بريدك هذا؟ هذا طير طلع عندي فول كلر احمر ما شاء الله. طبعا غريب بديله جاي مع اكثر من جناحه ديله يعني هيك الديل ما بكون نسيه هيك مكتمل طالع هسه ببين معك لما ارخي لك اياه على الارض وببين معك تمام طبيعي 100% ما شاء ديل الله ديل جاي مع الجناح يعني. واللون فول كلر ما شاء الله. هسه هيك يا اخوان يعني لما يكون على الارض الطير طلعوا طلع الديل يعني مش ديله انت فكر هيك انت بتشوفه ديله منتوف تقول عنه منتوف لا بس هذا هيك وبيجي طلع ما شاء الله. ها شو في عندك كمان هيك اشياء يعني نحكي نوادر طلع ما شاء الله الله يبارك لون نحاسي طبعا يا اخوان زي ما قلت لكم فوق الاناره بس مش واضحه بس هو اللون اجمل من التصوير بكثير ما شاء الله. بس بدك لك اياه بس طلع ما شاء الله الله يبارك
طلع يعني الطيار يعني طلع ان شاء الله ما شاء الله الله يبارك. هات نشوف برضه في عندك هون بزرة هاي ما شاء الله جميلة انا عجبتني الله يبارك لك فيها. كنقات اخوان طلعوا كيف بصلي فاتح وفي عنده لسه البصلي الاغمق بيجي دون احباك جاي طبعا بدون احباك شايفين كيف يا اخوان بدون احباك بدون اشي جاي طلع ما شاء الله. طبعا هو مبين على التصوير ازرق لسه بس هو لا افتح من الزراق شوفوا ما شاء الله الله يبارك. هات نشوف هون طلعوا ما شاء الله الحبة الله يبارك طلعوا ما شاء الله طلع الكينج طلع كيف ما شاء الله الله يبارك طلع كيف زرزور ما شاء الله حبة كمان ما شاء الله يعني شرعة طلع ما شاء الله الله يبارك ما شاء الله وقع بالقطن يا اخوان الحبات بس اللي بيمسكها بجيب لكم اياها يعني تصوير عن قريب. هذا ايش؟ هذا اللون جاي بين البصلي الحيام ها ما شاء الله شايف هذا شوف بصلي غامق شوي محير لون حلو جميل جدا طلع ما شاء الله اخوان. هات لو جبناه بين لونه اوضح شوف اوضح نوعا ما هو لما ينزل على الارض طلع ما شاء الله يا اخوان هي صار جوا طلع فيه يا يعني بصل محير طلع ما شاء الله الله يبارك. في عندك كمان هذول القراكطة ايش في هذا ايش هذا قراكطة كمان ثوب قراكطة ثوب قراكطة كنقات ما شاء الله. في عندك برضه الثوب الاغمق انا شفت نعم صحيح الثوب الاغمق طلع ما شاء الله هذول ايش زرق هذول في زرق بدون احباك هي ازرق بدون احباك طلع ما شاء الله هذول كنقات زرق بدون احباك طلع ما شاء الله الله يبارك فاط على السريع فاط صار فوق طلع ما شاء الله. في عندك هذول كمان بصليات لون ثاني شوف طلع ما شاء الله يكسيكي ازرق حبه قليله وينه انا شفت لك حبه قليله جاي هسه شفته وانا قاعد بصور هاي ما شاء الله هذا هذا يعني المشطيره هاي يعني هذا الحبه اللي شفتها في سكيه زيها هذا من الفراخه صح؟ الفحل وين جاي؟ طلع ما شاء الله يا اخوان البوز طلع كنقات البواز طلع ما شاء الله طلع كيف وقفته ما شاء الله الله يبارك ما شاء الله يعني يا اخوان ما شاء الله يعني هو تبارك الرحمن يعني تلاقوا كله طلع القراكته ما شاء الله يعني تلاقي انت عندك هون طلع الاصفر فول كلر ما شاء الله طلع كيف ما شاء الله والله ما شاء الله الحب يا اخوان شايف الزنا طلع ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك يعني حبات ما شاء الله في عندكم الاصفر هون برضه الاصفر فول كلر جاي عندكم وهون كمان في عندكم هون هذول البصليات بحبات هون في برضه طلع ما شاء الله ما شاء الله طلع ما شاء الله يا اخوان طالب حيه طلع ما شاء الله جاي يعني بصل محير شوفون مدرب كيف جاي هذا بيطلع يا اخوان منتشر زي طال كيف طالع مدرب بس ما شاء الله هذا ما شاء الله يا اخوان الكينج هذا جاهز من قرات السكر يعني بس طبعا شو مبين طيب جوا هاي هذا القرقاطي طلع ما شاء الله ما شاء الله بارك له بالحبات يعني شفت الصفر والفول كلر ما شاء الله يعني فيهم عدد
طلع هون من الصفطه تحت الشباك، هون بتشوف تقريبا يعني اكثر من لون. طلع ما شاء الله، طلع ما شاء الله، الله يبارك له يا اخوان. طبعا شوف الفكره انه هو لازم يكون المكان ارتب من هيك، بس زي ما حكينا لكم يعني احنا اجينا في وقت هو كان بيعمل صيانه للمكان اللي حاطه فيه، وحاطط كل جوز مع جوزه والامور كانت مرتبه. حتى بتشوف هون طلع في بيض على الارض، يعني لانه هو مش حابب لسه ينتج منهم بالوقت الحالي، سايبهم بس فلت. طيب الفرخ ما شاء الله الازرق، يعني اليوم فرجنا لكم يا اخوان ما شاء الله بذرة كينجات، يعني في عنده اشياء حلوه، البصليات ما شاء الله بجننوا، في عنده الزرزور، في عنده مثلا ان شاء الله البواز، الجيات حمر، الجيات بتنجنيات، الجيات صفر فول كلر ما شاء الله، يعني طلع الله يبارك، طلع ما شاء الله، طلع ما شاء الله، يعني حبات جميله الله يبارك له فيها. هيك يا اخوان نكون احنا وصلنا لنهايه المقطع، ان شاء الله يكون المقطع عجبكم. إذا عجبكم المقطع لا تنسانا من دعمك وتحط لنا لايك للفيديو وتشترك بالقناة وتشرفنا وبتكون واحد من العيلة. يعطيكم ألف عافية يا إخوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.